صلوا بينا على النبي. وفيلمنا بيبدأ مع المحامية لونا اللي بتروح لمكان شغلها وبتتقابل مع الناس اللي رافعين دعوة على موكلها، وبتكون الست اللي رفعت دعوة متعصبة جدا وبتقول انها عايزة حقها من اللي حاول يعتدي على بنتها. وساعتها المحامية لونا بتوقف مع موكلها المعتدي وبتقول للست تسحب القضية علشان ما عندهاش فلوس تجيب محامي وهتخسرها، وبتقول لها كمان ان القضية لو اتشهرت موكلها مش هيجرى له حاجة بس بنتها هتبص سمعتها. واما والدة البنت بتقول لها تحط نفسها مكانها، بتفضل لونا ساكتة ومش بترد عليها علشان هي مش متجوزة. وبنلاحظ وقتها ان البنت بدأت تخاف على سمعتها وبتقول لوالدتها انها عايزة تسحب القضية، وبتحاول والدتها تقنعها ما تسيبش حقها بس البنت بتطلب تعويض مالي علشان تسحب القضية. وفي يوم بتكون لونا ماشية وبتتقابل مع المدعي اللي كان بيقول لها انها مفترية علشان ما ساعدتش البنت ووقفت جنب المعتدي، وبيقول لها كمان ان البنت حاولت تخلص على نفسها وانه كان لازم تحط نفسها مكانها او مكان والدتها. وبتكون لونا شايفة انها ما عملتش حاجة وبتقوله ياخدوا البنت المصحة عقلية. وبعد ما لونا بتروح تقعد في مكتبها بتجيلها صاحبتها المديرة وبتتكلم معاها وبتقولها انه كان لازم تكلمها قبل ما تقدم استقالتها. وبنعرف وقتها ان لونا هتروح تدرس في ألمانيا علشان بتفكر في حياة ومستقبل أجمل. وبتروح بعدها لونا مع صاحبتها المديرة لنادي الرياضة وبيفضلوا يتدربوا هناك. وبعد ما لونا بتخلص تمرين بتلاقي صاحبتها بدأت تتكلم معاها وبتسألها امتى هتتجوز وتفكر في نفسها، فبتقولها لونا انها مبسوطة بحياتها وانها في الأول عايزة تفكر في مستقبلها. وبتروح بعدها لونا للتراب وبتزور والدها وبتقوله انها زعلانة منه علشان سابها وهي لسه ما تعرفوش. وبتكون بعدها لونا في طريقها للمطار لكنها بتعمل حادثة بالعربية وبيغمى عليها. وبعد ما لونا بتفوق بتلاقي نفسها في مكان غريب وبتكون عايزة تعرف ايه اللي بيحصل لها، وبتاخدها بعدها المسؤولة لمكتب المدير اللي كان بيقولها انها تعرضت لحادثة عربية وماتت. وبتكون لونا مش مصدقة حاجة وبتقوله انها مش مصابة بحاجة وقاعدة تكلمه. وبيبدأ بعدها المدير يشرح لها ازاي تقدر ترجع لعالمها وانها لازم تعمل حاجة معينة لمدة اسبوع. وبعد ما لونا بتوافق على عمل الحاجة بتصحى وبتلاقي نفسها بقت متجوزة وعندها أولاد. وبتكون لونا مستغربة من اللي بيحصل لها وبتدي بنتها فلوس المدرسة وهي مش فاهمة حاجة. وبعد ما جوزها نورمان بيصحى من النوم وبيروح الشغل بتلاقي ابنها دوني جالها وبيطلب منها تاخده للمدرسة. وأما لونا بتاخده الأتوبيس المدرسة بتلاقي أمهات الطلبة جم يتكلموا معاها وبيكونوا فاكرينها صاحبتهم. وبنشوف بعدها لونا راحت لمكان شغلها وبتحاول تتكلم مع صاحبتها المديرة لكنها بتكون مش عارفاها. وبتروح كمان للأوتيل اللي كانت ساكنة فيه بس بتلاقي الباب مش بيفتح، وبتلاحظ ان رجل الامن ما كانش عارفها. وبتبدأ بعدها لونا تتجنن وبتقول ان اللي حصل لها بسبب المدير وبتكون عايزة تخلي عربية تخبطها. وبعد ما لونا بتروح تغسل وشها بتلاقي العجوزة اللي جنبها تحولت على شكل المدير اللي بيقول لها تتحمل كم يوم علشان ترجع لعالمها. وبتكون لونا عايزة تتخانق معاه بس بتلاقيه اختفى والعجوزة رجعت من تاني. وبنشوفها بعدها راحت للمدرسة وبتاخد ابنها دوني اللي بيكون زعلان علشان تأخرت عليه. وبعد ما لونا بترجع للبيت وبتعمل شعر دوني بتلاقي كان بيقول لها انه عارف بكل حاجة وبيطلب منها تقول له امتى هترجع والدته. وبتكون لونا مش عارفة تقول له ايه بس بتتفق معاه ما يكلمش حد باللي هو عارفه. وبيعدي بعدها الوقت وبيبدا دوني يشرح لها بالاكل اللي بيحبه والده. وفي تاني يوم بتروح لونا توصل دوني الاوتوبيس المدرسه وبتفضل تبص له من مسافه بعيده. وبتروح بعدها علشان تسحب فلوس وبتتصل بجوزها وبتخليه يديها الباسورد. وبنلاحظ بعدها ان لونا بدأت تتعود على حياتها الجديدة وبتحاول انها تتبسط معهم. وبعد ما جوزها بيرجع للبيت وبيلاقيها شريت الهدوم بيقول لها ان هم محتاجين الفلوس علشان تعليم ولادهم. وبنعرف وقتها انها شريت الهدوم علشان هتروح معاه للحفلة ويستقبله رئيس الشركة. وبنشوف بعدها لونا كانت واقفة وبتلاقي المدير ظهر لها وبيسألها عن تجربتها في المهمة. وبتكون لونا تعودت على الحياة مع الأطفال فبتقول له إنها مهمة حلوة. وفي تاني يوم بتصحى لونا وبتلاقي جوزها كان معلق الفستان بتاعها وبتعرف إن هو عايزها تيجي لحفلة استقبال رئيسه في الشغل. وبعد ما لونا بتروح لمكان الحفلة بتلاقي جوزها نورمان كان قاعد مستنيها. وبنشوفه بعدها بدأ يتكلم مع الرئيس وبيبلغه بالمشاكل اللي بتحصل في الشغل. وساعتها المدير بياخده على جنب وبيتكلم معاه وبيقوله ما يكلمش الرئيس بالمشاكل اللي بتحصل. وبعد ما الحفلة بتخلص وبيمشوا الناس كلهم بنشوف المدير راح لنورمان وبيتخانق معاه علشان كلم الرئيس وتسبب له في مشكلة. وأما لونا بتحاول إنها تدافع على جوزها بيقوم المدير يزقها بعيد عنه. وساعتها نورمان بيتعصب وبيعرف إن هو يزعق على المدير لأول مرة في حياته.
وبنشوف بعدها نورمان أخذ لونا المطعم وبيأكلوا مع بعض وبيرجعوا للبيت وهم مبسوطين. وبتعرف بعدها لونا أن بنتها تعرضت للضرب من زميلها وأنه كمان حاول يعتدي عليها. وفي تاني يوم بنشوف لونا راحت هي جوزها المكتب المحامية اللي بتقول لهم يتنازلوا عن القضية علشان مصلحتهم. وبنعرف وقتها أن نورمان ضرب الشاب اللي حاول يعتدي على بنته وأنه دلوقتي ممكن يدخل السجن. وأما المحامية بتقول لهم أن هم هيخسروا القضية علشان ما عندهمش دليل، بتلاحظ لونا أن المحامية كانت بتتكلم زيها. وبنشوف بعدها لونا راحت تقعد مع نفسها وبتقرر انها مش هتستسلم وهتاخد حق بنتها. وبيكون نورمان عايز يسحب القضية لكنها بتقوله انها عارفة هتعمل ايه. وبنشوفها بعدها راحت للمحامية وبتقولها انها مش هتتنازل وانها هتسجن موكلها على اللي عمله. واما المحامية بتقولها ان جوزها هيتسجن علشان ضربه، بتقولها لونا انها مش هتتنازل مهما حصل. وبتبدأ بعدها لونا تديهم حل تاني وبتقولهم انه لازم يعتذر على اللي عمله. وبيكون الشاب مش عايز يعتذر وشايف انه ما عملش حاجة، بس لونا بتضربه وبتخليه يعتذر بالعافية. وبنشوف بعدها لونا رجعت للبيت وبتتكلم مع بنتها وبتقولها انها اخدت لها حقها. وفي يوم بنشوف لونا كانت عايزة توصل ابنها للمدرسة لكنه فجأة بيوقف جاري وبيقولها انه ما بقاش شايف حاجة. وساعتها لونا بتخاف عليه وبتاخده للمستشفى وبتعرف من الدكتور ان هو محتاج عملية. وفي تاني يوم بتكون لونا عايزة تروح للمستشفى وتطمن على ابنها، بس بتلاقي المدير ظهر لها وبيقولها انها لازم ترجع لعالمها. وبتفضل لونا تحاول معها علشان يخليها تروح تطمن على ابنها، لكنه بيقولها ان ما عندهاش غير ساعة واحدة وان هم لازم يمشوا دلوقتي. وساعتها لونا بتسيبه وبتهرب للمستشفى وبتروح تطمن على ابنها وبتودعه. واما نورمان بيلاقيها كانت بتعيط، بيحاول انه يفهم منها اللي حصل لكنه بيلاقيها سابته وجريت. وبنشوفه بعدها راح لها وبيكون عايز يتكلم معاها لكنها بتودعه وبتروح تركب عربية المدير. وساعتها المدير بيسوق العربية بسرعة كبيرة وبياخدها لمكان الحادثة وبيخليها تعمل حادثة تانية. وبتفوق بعدها لونا وهي في المستشفى وبتعرف انها قاعدة في المستشفى بقالها يوم. واما لونا بتروح للمستشفى التاني علشان تطمن على ابنها، بتعرف من الاستقبال ان مفيش حد بالاسم اللي بتدور عليه. وبتروح بعدها للبيت اللي كانت ساكنة فيه وبتعرف ان العيلة اللي عاشت معاها ملهاش وجود في الواقع. وبعد كم يوم بنشوف لونا راحت تتكلم مع المدعي وبتقوله انها عايزة تفتح ملف القضية من جديد علشان عندها اثباتات وهتقدر ترجع حق البنت اللي اتظلمت. وبتروح بعدها تركب الطائرة علشان هتسافر المانيا، بس وقتها بتتقابل بنورمان اللي كانت شايفاها جوزها في الحلم. وبيظهر ان نورمان كان عارفها وبيفكرها انه كان بيدرس معاها. واما لونا بتسأله عن ولاده بيقولها انه لسه متجوزش لغاية دلوقتي، فبتقوله انها كمان لسه ما اتجوزتش. وبتبدأ تتكلم معاها عن حياتها وبيضحكوا مع بعض. الفيديو ده كتبه عمرو، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو، وكمان تابعونا على قناة انمي في ثواني علشان تشوفوا ملخصات الكرتون، وهتلاقوا روابط الانستا تحت في الوصف واعملوا لها فولو هي كمان. سلام.